عليكم طلاب الصف الرابع ماما، ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم ان شاء الله راح ناخذ درس جديد في مادة القراءة وهو محفوظة حياته العزي. راح أبدأ بقراءة الكلمات، أرجو الانتباه إلى كيفية كتابتها وقراءتها. حياته العز: لي غاية أبتغيها وقد يوفق مثلي، إن لم تصل بي إليها فلا مشت بها رجلي، فيا رجاء تعزز ويا مصاعب ذلي، وأنت يا راية الموطن أخفقي وأظلي، يا أرض أهلي ومالي فداك مالي وأهلي، ليس الحياة بعز مثل الحياة بذلي. من خلال الكلمات اللي موجودة اللي هي للشاعر جميل صدقي الزهاوي، للشاعر جميل صدقي الزهاوي، مهم جدا حفظ اسم الشاعر. هذه القصيدة تتحدث عن الوصول إلى الغاية اللي هي العيش بعز وحرية وبكرامة، فهو هنا يكون مدافعا عن أرضه وعن أهله و عن مدافعا بماله وبأهله وبحياته في سبيل أرضه وموطنه. فهنا يتحدث عن غاية معينة هو يرجو أن يصل إليها، ويقول بأنه إن لم أصل إلى هذه الغاية فلا مشت رجلي إلى غيرها. فهذه الغاية وإن كانت تحفها المصاعب فهو راح يذلل هذه المصاعب في من أجل الوصول إلى هذه الغاية. فهو يتحدث عن راية الوطن اللي هو العلم، اللي هو شعار البلد، اللي هو شعار البلد ورمز استقلاليته. يتحدث عن راية الموطن، الموطن التي ترفرف وتظل أبناء الوطن بخيرها. فهنا مستعد أن يضحي في جميع ما يملك من أجل بقاء أرضه وموطنه في حياة العز، ويذلل أو ويبتعد عن حياة الذل والهوان. المعاني الخاصة بهذه المحفوظة هي: غاية هدف، غاية هدف، تعزز أي كن عزيزا وقويا، كن عزيزا وقويا، أخفقي أي رفرفي في الريح، أخفقي أي رفرفي في الريح، فهنا يتحدث عن راية الوطن اللي هو علم الوطن، أظلي أي ألقي ظلك، أظلي أي ألقي ظلك، فداك أي ضحية لك، فداك أي ضحية لك. ثم الحوار الخاص بالقصيدة هو: أولا، هل لك غاية؟ ما الغاية التي تبتغيها وتسعى إليها؟ يتحدث معك ويسألك: هل لك غاية؟ شنو هدفك في الحياة؟ عندك هدف تسعى إليه حتى تحققه؟ غايتنا نحن كطلاب، غايتنا هو النجاح والتفوق. فالجواب راح يكون: نعم، غايتي هي النجاح والتفوق. من خلال نجاحك راح تنفع نفسك وتنفع بلدك في المستقبل. ثانيا، ماذا تفعل إذا اعترضتك المصاعب في سبيل غايتك؟ شو تسوي إذا واجهتك مصاعب في سبيل تحقيق هذه الغاية؟ علينا أن نواجهها بالصبر والتحدي. إذا الجواب: أقوم بمواجهتها بالصبر والتحدي. ثالثا، إلى أي شيء ترمز الراية؟ إلى أي شيء يرمز الراية اللي هو علم البلاد؟ الجواب: ترمز الراية إلى استقلالية البلد وحريته، ترمز الراية إلى استقلالية البلد وحريته. أربعة، لماذا يفدي الشاعر الأهل والمال للوطن؟ ليش الشاعر هنا فدى الأهل والمال في سبيل الوطن؟ لأن أغلى ما يملك الإنسان هو أهله وماله، والشاعر هنا مستعد للتضحية بهما في سبيل الوطن لأنهما أغلى ما يملك وهو يبدي وطنه بهما. خامسا، ما معنى قول الشاعر: ليس الحياة بعز مثل الحياة بذلي؟ ما المقصود بهذا البيت؟ يقصد به أن العيش بعز وكرامة أفضل
من العيش بذل وإهانة، فإن الموت أفضل من العيش بذل وإهانة.